أنا رح أعترف قدام كل العالم بكل جرائمي، وقد ما كان العقاب اللي أنا رح أخده قاسي وصعب، أنا جاهزة إني أتحمل. وهيك لما برجع مرة تانية على البيت برجع وأنا راسي مرفوع وما بكون خجلانة قدان أكشات جيندال، إذا أنا قدرت بيوم إني أكسب منك شوية احترام بنظرتك رح أعتبر إني بهداك الوقت قدرت أمحي شوي من أخطائي. وقتها بس ممكن إنه أتجرأ وأرفع نظري قدامكن وأطلع بعيون ابني وبوشكنتي وأحكي معهم، ورح أقدر كمان إني عانقهم، وعلى أمل إني شوف بعيونهم نظرة الحب لإلي رح أتحمل العقاب. بعرف هذا القرار يلي أخدتيه كان صعب كتير، بس أنا سعيدة إنه أنتي أخيراً أخدتي القرار الصح بوشبع، وأنا رح أستناكي لترجعي. أنتي مو بس أصغر حماية موجودة بالبلد، أنتي بتكوني الأفضل كمان. جيتي بالصدفة على حياتنا، وابني الوحيد أغاسيا تزوج بنتك أنتي، وعطيتيني كنة كتير محبوبة، ومشان كل هاد رح أبقى ممنونة إلك طول حياتي. أنا فخور فيكي ماما، وكتير رح اشتاق لك، وأنا بوعدك كمان إنه ولا حدا منا هون رح ينساكي أبداً، ورح نكون أنا وجدان ناطرين رجعتك إلنا. أنا بوعدك مشبع، أنت اعترفتي بكل أخطائك وهلأ صار دوري أنا. أنا لازم أجي معك كمان وبس. بس أنتي صلحتي كل الأغلاط تبعك اللي عملتيها، وهلأ صار دوري أنا، وبعدين كل شي غلط أنتي عملتيه كان بناء على الأوامر اللي عطيتك إياها، يعني أنا بس المسؤولة الوحيدة وما حدا تاني إله ذنب بشي. بس بوش سونا، أنا بس اللي رح أروح على السجن. طيب بس ليش عم تخانقيني قبل ما تروحي لكان؟ هذا لأنه أنا في جواتي إلك حب كبير وهيك أنا بعبر عنه. أنا رح أشتاق لك كتير وأفقد لك بوشبا.